بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین بھائیو بہنوں، چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 28 اسٹارٹ کر رہے ہیں مسنون دعاؤں کے بعد، اور پارہ نمبر 30 اور 29 اپلوڈ کرنے کے بعد ابھی پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ پہلا رکوع تجوید کے ساتھ سیکھیں گے ورڈ بائی ورڈ. سٹارٹنگ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة المجادلة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله، لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے، اس سے پہلے زبر ہے. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سورۃ المجادلہ اس میں 22 ورسز ہیں، تین رکوع ہیں. تو آج انشاءاللہ پہلا رکوع سیکھیں گے. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقف کریں گے تو راکب باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. إن الله سميع بصير والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ٹھیک ہے، میم مشدد میں غنہ کریں گے اور نون مشدد میں بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم
إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون يالله ٹھیک ہے واہ موٹا پڑھیں گے زانے یہ اردو والا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله
وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ٹھیک ہے نیکسٹ پیج میں شہید ہے والله على كل شيء شهيد يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم جزاك الله خيرا چینل کو سبسکرائب کیجئے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ